أرح فؤادك من هم الوجودات، وارجع إلى الله عن ماض وعن آت، واستغفر الله من ذنب وقعت به، فالله بالفضل ماح للخطيئات. قالوا اطيرنا بك وبمن معك لآمنوا فيك. الأحد بسببه صرنا فريقان يختصمون، أنت السبب أنا السبب، سبب جهلكم وإعراضكم وقسوة قلوبكم. قال طائركم عند الله، هذا اللي عم تسموه شؤم، هذا سموه عقوبة الله. العقوبة الإلهية نزلت فيكم تمثلت في القهر بعدم نزول المطر، تمثلت فيكم أنكم صرتم فريقان تختصمون، هذا بسبب قسوة أصحاب القلوب القاسية، فأعمالكم رفعت إلى الله، فكان جوابها عقوبة الله لكم بما شاء من عقوبة قحط أو غير قحط. لذلك يا ابني، الإيمان الحقيقي القائم على العلم بالله بكتاب الله، هذا الإنسان ما في أرقى منه وجدانا ولا استقامة ولا محاسبة للنفس ولا تقويما لمجتمعه ولا حبا ورحمة لأفراد الناس. الإنسان المؤمن الحقيقي قائم على العلم وتزكية النفس، هذا الإنسان النادر والقطع النادر في عصرنا الحاضر. فالله يكثر لنا من هالعملة، لعل الله عز وجل يفرج عنا وعن العرب والمسلمين ما نحن فيه. قال طائركم عند الله، شو طائركم اللي عم تسمون أحس؟ هي أعمالكم، أعمالكم عند الله، الله جوابكم عليها بالعقوبة المصورة بقحط أو غيره. بل أنتم قوم تفتنون، أنتم الآن تحت الفحص والاختبار، فتقبلوا الرسالة تنجحوا وبتسعدوا في الدنيا والآخرة، ترفضوها تشقوا في الدنيا والآخرة. هذا الله عم يحاكي النبي، نفس العملية صايرة مع النبي. شو معنى ذلك؟ أن الأنبياء قبلك هيك صار معهم. لا تظن النبوة، لا تحسب المجد زبدا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فبدك تصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل، صبر على الجوع وعلى السباب وعلى الفقر وعلى الاضطهاد وعلى المؤامرات الاغتيالات وأشكال ألوان. أريد حياته ويريد قتلي، فأترك ما يريد، فأترك ما أريد لما يريده.